اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في التاسعة تريندينغ. الموعد متواصل بعد شوية، باش يكون في برشا كلام على الجيمينغ وخاصة الجوائز العالمية نتاع الجيمينغ. الإعلان باش يكون نهار 8 ديسمبر، بعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز ما فما بالنسبة للي نوميني، زادة باش تاخذوا فكرة وين تنجموا تفوتي، وخاطر الفوت على مستوى عالمي. قبل هذا هات نعملوا وقفة مع كونتنت كريتور تونسية، لكن النجاح نتاعها في تونس وعلى المستوى العربي فما برشا تعامل معها على فيسبوك ولا انستغرام ولا لي بلاتفورم اللي تخدم عليهم. صلحت لنا برشا اغلاط بالانجليزيه، هي استاذه من جابس بطريقه خفيفه حلوه ياسر، غرمتنا باللونجلي. 10 اسئله لعيش انجلش شيل وذ عبير عبد الملك. البلاتفورم اللي انا بديت بيه هو تيك توك، معناتها كيما معظم صناع المحتوى اللي طلعوا في فتره الكورونا، واكثر تويكا بلاتفورم ناجح بالنسبه لي انا وهو الانجح، معناتها نحكيوا على ستاتستكس، هو التيك توك. معناتها انا حتى كي نمشي في الشارع ناس تقابلني تقول ما تقوليش انت عبير نتاع اليوتيوب ولا انت عبير نتاع الانستغرام ولا نتاع الفيسبوك، ديما يقولوا لي اه انت عبير نتاع التيك توك. انا انفلونسر ولا صانع محتوى، انا الاثنين، على خاطر الانسان من الاول مهما كان المحتوى نتاعو معناتها ينجح الناس الكل تتاثر بيه وتولي تحب تعمل محتوى شبيه لي. انا وقت اللي خرجت انا وعملت محتوى تعليمي حسيت كما نعرفش اسكو هذا انا مسؤول عليه في تونس، حسيت بلي المحتوى التعليمي في تونس ولا رائج برشا. معناتها حتى كي ندخل التيك توك قبل معناتها ما كانش فما برشا مع عبيد يقدموا في محتوى تعليمي، مي توا فما برشا، فنتصور بلي انا اثرت على برشا ناس ان هما يقدموا محتوى من النوع هذا. الحقيقة ما قلقنيش، بالعكس كان في صالحي، على خاطر التويكة تلامدة نحسها تحبني وليت أكثر. فحتى قبل ما نقابل التلامدة متاعي في أول العام مثلا تلامدة الأولى ثانوي ما نراهمش قبل، فيبدأوا فرحانين بلي هما بيش يشوفوني، يبدأوا متحمسين وأنا قدرت اللي أنا نفصل عن شخصيتي اللي يشوفوها العباد في السوشيال ميديا على شخصيتي في القسم. لازم نكون سيريوز في القسم باش نحافظ على الاحترام وعلى سير الدرس، فالحقيقة ما عنديش حتى مشكل في النقطة هذه. عبير في قاعة الأساتذة كما أي أستاذة، معناتها تحكي وتفضلك وتحكي في برشا مواضيع، وفي نفس الوقت زادة أنا بحكم أنا صانعة محتوى ديما نستغل الوقت ذاك اللي نقعد فيه في قاعة الأساتذة باش نتفقد التليفون متاعي، نشوف الإنسايت متاع الفيديوز متاعي، نشوف الميل بوكس متاعي فمش حد بعث لي مسج. فمعناتها ديما يقولوا لي عبير شبيك ديما شادة البورتابل أحكي معانا أكثر، معناتها قبل كنت الحقيقة مش كيما توا. يس اي فما شكون تاثر بيا وما نعرفش، ممكن فما وحدين اخرين تاثروا بيا وانا ما نعرفش، اما فما واحده جاتني تونسيه وهي تعيش في اسبانيا قالت لي راني نحب نقدم محتوى نفسه هو كيفك انت لكن بالاسبانيه وتنجم تعاوني ولا، فقلت لها انا نعاونك معناتها مش مشكله. فيا فما برشا عباد يتاثروا بي. يا بديت ندخل وفي نفس الوقت ما ندخلش على قد معناتها الشهره متاعي والنجاح متاعي، نحس روحي بلي انا ممكن كان جيت في بلاد اخرى ولا كان جاء عندي محتوى اخر كنت نجم ندخل اكثر من كم، الحمد لله ندخل. يا عيش انجلش هي مش مجرد محتوى على السوشيال ميديا، بطبيعه كل فكره تبدا من اول معناتها حاجه هكا سبونتاني وحاجه هكا ماهيش معناتها عندها غايه اخرى، لكن بطبيعه بالوقت عيش انجلش نجم تكون بزنس، نجم يكون مشروع، عيش انجلش نجم تكون تطبيق، نجم تكون بلاتفورم يقراو فيها الناس اونلاين، نجم تكون ويب سايت، نجم تكون برشا، نجم تكون حتى سكول معناتها. اي اكيد فما تاثير ونحس بيه التاثير هذا، ويجيوني مسجز من برشا ناس وانا نفرح ياسر بالرسائل هذيا اللي يقولوا لي انت حببتني في اللغه الانجليزيه وانا ما كنتش نحبها، معناتها وهذه مهمه شبه مستحيله انك انت تحبب حد في حاجه هو كان يكرهها، فهذا يحسسني بلي انا عندي تاثير كبير على الناس ويفرحني على الحقيقه. اوكي كب كيك دونات فرويو اكلير جينجر بريد هوني كوم ايس كريم ساندويتش جيلي بين كيت كات لولي بوب مارشميلو نوغا اوريو اند باي.
على سيت thegameawards.com تلقاو الليست نتاع لي نوميناسيون بالنسبه للجوائز نتاع الجيمينغ في 2022. ومن غادي زاد تفوتي والفوت يصير على مستوى عالمي. 30 كاتيجوري بالنسبه لي نوميناسيون، 30 كاتيجوري يخصوا اهم فما بالنسبه للاندستري نتاع الجيمينغ. وابرز كاتيجوري هي الاولانيه جيم اوف ذا يير اللي نلقى فيها تنافس قوي ما بين بليك تيل ريكيم، إلدر رينج، جود اوف ذا وور راجناروك، هورايزن فوربيدن ويست، ستراي، زينو بليد كرونيكلز 3. هذه واحده من الكاتيجوري المهمه بالنسبه للجيم اووردز 2022. في البقيه نتاع الليسته بالنسبه للجوائز العالميه تتقاو برشا انواع نتاع جيمينغ. ان توكا كما قلت الفوت على السيت هذا على gameawards.com 30 كاتيجوري اللي يحب يفوتي للجو نتاعو، يحب يفوتي للكونتنت كريتور المفضل نتاعو على مستوى عالمي بالطبيعه ينجم يدخل السيت ويفوتي. الاعلان باش يكون كيف قلنا نهار 8 ديسمبر. نهار 29 نوفمبر تخرج World of Warcraft Dragon Flight، جو هذايا اللي تعتبر من ابرز الجو المنتظره في الشهر هذايا. البارح خرج السينماتيك نتاع الجو هذا. ساتراندينغ خلطت لنا نتاعها، شكرا لكم على حسن المتابعه. نتقابل معكم ان شاء الله غدوه مع الحلقه الاخرانيه بالنسبه للجمعه هذه، وباش نحكيو فيها كالعاده على ابرز ما فما بالنسبه للجو فيديو والافلام والسيريات اللي خرجوا في اخر الجمعه هذه. خليكم مع التريلر نتاع الجو خرج اليوم. نذكركم انه كول اوف ديوتي وور زون 2 خرجت اليوم. التريلر هذا خرج وقت البارح، زاد جديد مازال خرج على يوتيوب. تحياتي محمد علي السويسي، في الامان. Dirigez-vous vers un point d'extraction. Go, go, go!